يا بعد مرتبط في موضوع قبل شوي، موضوع الكود بس مد ذراعك وصاي الحك، طبق عليها نقطة ذكرتها سابقا، موضوع انك تسوي تمارين في البدوك وانت بلاحق تسوي التمارين كلها بدون استثناء. سوي الاهم، والاهم هو اللي يحتاج الحصان، حسب كل حصان، كل حصان له شيء اهم من الاشياء الاخرى، فسوي التمارين الاهم في المطلع. انك ما عندك وقت كافي لسبب او لاخر تسوي كل التمارين. من ضمنها مثال يوضح لك سرعة الشيء، لو تلاكم ملاكم محترف ما يحتاج 12 جولة عشان يعلمك انه احسن من كويله، مجرد ثواني او دقائق في الجولة الاولى يوضح لك ان ضربه اقوى من ضربك، وان تحمل للضرب اقوى من تحملك للضرب، وان سرعته في الضرب او التوخير عن ضربك اسرع منك. انتهى الموضوع. كملت 12 او لا، هو من اول جولة وضح لك ان جميع الاشياء الفيزيائية دي عندي احسن منك، ذلك في الركوب او في الكود. لو علمت الحصان بسرعة ان الاشياء الاساسية اللي عادة يستغلها لفعل الاخطاء لن يستطيع فعلها، انتهى الحصان. زي الرجوع للخلف مبالغ فيه، او اللفات الضيقة المبالغ فيها، او اخذ الركبة الخارجية المبالغ فيها في، او المزح الثقيل، او تختبركش بالثقة القوي جدا. انت وضحت الحصان ثواني سريعة ان اقوى شيء ممكن تسويه زي التشنيع الكامس انطلاق الى اخيره لن تستطيع فعلا، كنت تقدر اخذ منك الاشياء ذي بالشكل حل. فسوي الاشياء اللي تذكر الحصان بمدى قدرتك على التحكم فيه وانتهى، اطلع ركب الثانية او كود الثانية. فان كان ولا بد انك انت مسوي كل شيء، سوي الاهم، والاهم هو اللي يحتاج الحصان. وعادة اغلب الخيل تحتاج الشيء اللي يذكرها بمدى قدرتك على التحكم فيها وقت الجد. جمعت وقت الجد وقت الاختلاف، الحصان يبغى شيء غير اللي انت بيه.